حذرت ثلاث منظمات حقوقية في بيان مشترك من مغبة استمرار إصدار ميليشيا الحوثي لأحكام إعدام بحق معارضين سياسيين دون أدنى اعتبار لشروط المحاكمة العادلة. وقالت المنظمات المرصد الأور المتوسطي وسام وإفدي الدولية إن المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثي تنتهك بشكل واضح خصوصية المعتقلين من خلال تصويرهم أثناء فترة الاستدلال. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى متى يظل عمل المحاكم غير الشرعية في مواقع سيطرة ميليشيا الحوثي؟ وما هو دور المنظمات الحقوقية لوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها المختطفون؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. محاكمات وأحكام بالإعدام وقضاء يخضع بالكامل لإرادة الميليشيا الإنقلابية في صنعاء. سلسلة المحاكمات المفضية إلى الإعدام هي العنوان الأبرز للممارسات القضائية التي تجري بواسطة قضاء مختطف فيما انتهت حياة عشرات آخرين من الضحايا بالموت تحت التعذيب والدفن بعيداً عن ذويهم. وضع مأساوي كهذا دفع بثلاث من أهم المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بتبني بيان مشترك حذرت فيه من مغبة استمرار المحاكم التابعة لجماعة الحوثي في اليمن بإصدار أحكام بإعدام بحق معارضين سياسيين دون أدنى اعتبار لشروط المحاكمة العادلة. المرصد الأور المتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة سامر للحقوق والحريات ومنظمة إفدي الدولية أكدت جميعها في البيان المشترك أن جماعة الحوثي الإنقلابية عمدت إلى تحويل المنظومة القضائية في المناطق التي تسيطر عليها إلى أداة سياسية لتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين، وعملت على إخفاء واحتجاز ومحاكمة مئات المدنيين بتهم فضفاضة. البيان لفت إلى أن المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثيين تنتهك باستمرار كافة إجراءات العدالة بصورة سافرة ومتعمدة في الوقت الذي تعرض فيه المعتقلون إلى الاختطاف والإخفاء القسري لعدة أشهر قبل أن يظهروا في أماكن احتجاز غير قانونية بعد أن تعرضوا لشتى أنواع التعذيب وأجبروا وهم معصوبي الأعين على التوقيع على اعترافات لا يعرفون مضمونها. وأوضحت المنظمات أنها وثقت عددا من الحالات التي صدر فيها أحكام إعدام بحق مجموعة من المدنيين وبعضها تم خلال جلسة واحدة، فيما أحصل بيان 55 حكم إعدام. منظمة سام أضاءت في بيان منفصل على جريمة اختطاف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراه عادل الزوعري من قرية زوعر في الحيمة الداخلية إلى الغرب من مدينة صنعاء، فبعد قتله تحت التعذيب في 22 من أغسطس 2016 تم العثور على جثمانه مرمياً قرب مستشفى الشرطة في صنعاء، ومع ذلك رفضت ميليشيا الحوثي تسليم جثمانه لأهله مطالبة إياهم وعن طريق أحد مشرفيها بفدية باهظة. جديد هذا الضحية أن جثمانه دفن مؤخراً دون علم من أسرته في مقبرة بشمال شرق العاصمة. النهاية ذاتها كانت بانتظار زيد أحمد ناصر النمشة أحد أبناء مديرية كشر الذي توفي مؤخراً تحت وطأة التعذيب في السجن الاحتياطي بصنعاء بعد أن تم أخذه من قبل أحد مشرفي الحوثي بالسجن من بين زملائه المختطفين إلى زنزانة انفرادية خاصة بالتعذيب لينهال عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بمن ينضم إلينا من فيينا توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. أهلا بك سيد توفيق. إذن تقرير جديد أو بيان تحذرون فيه كمنظمات حقوقية من استمرار الحوثيين في محاكمة للمختطفين، كيف وجدتم استخدام الحوثيين للقضاء بهذا السياق؟ أهلا وسهلا بك وبجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. نحن هذا البيان الذي صدر مع الأور المتوسطي ومنظمة إفدى الدولية هو ليس البيان الأول، أيضا نحن كنا صدرنا سابقا مع الأور المتوسطي بيانا تحدثنا فيه عن زيادة وتيرة أحكام الإعدام بعد اغتيال أو مقتل ما يسمى برئيس المجلس السياسي صالح الصمد في ذلك الوقت، وقبله أيضا أصدرنا بيانات متعلقة بالصحفي القبيحي وأسماء العميسي إلى غير ذلك. الحوثيون يستخدمون كافة الوسائل للانتقام من الخصوم، وأهم اليوم الوسائل الترهيبية التي يستخدمونها هي وسيلة القضاء. الحوثيون عينوا قضاة محسوبين على أنفسهم، والتهم الواضحة والجاهزة هي إعانة العدوان، وبالتالي القضاة هم عبارة عن
أدوات تأتي لتنفيذ هذه الأحكام المعدة مسبقا. ولذلك كما جاء في البيان أن بعض الأشخاص تم الحكم عليهم في جلسة واحدة. نحن إلى حد الآن لدينا إحصائية ب 55 اسما صدر بحقهم محكمة بالإعدام من قبل جماعة الحوثي. الغريب في الأمر أن هذه الأحكام لم تلاقي ردة الفعل الدولية الكافية، باستثناء تقريبا بيانات صدرت بإعدام الناشط البهائي حامد البهائي وأسماء العميسي من قبل منظمة الامنستي والعفو الدولية. بغير ذلك لم نرى أي أحكام دولية من منظمات دولية أو أممية تحدثت أو أدانت أو استنكرت الأحكام التي تصدر تباعا ضد جماعة الحوثي. نحن أيضا كنا مع الأمم المتوسطة أطلقنا حملة توقيع ضد المحاكمات التي تتم لقائمة 36 والتي من ضمنها الدكتور يوسف البواب والذي أصبحت قضيته في الآونة الأخيرة قضية رأي عام بعد حديثه في المحكمة أمام القاضي عن بشاعة التعذيب التي يتعرض له ولزملاء. واليوم الدكتور البواب أصبح مخفيا لا تستطيع أسرته زيارته ولم يحضر حتى لجلسات المحكمة. نحن على تواصل مع كثير في الداخل لكن هنالك أمور مقلقة. هذه كلها تبين أن المحاكم اليوم الحوثية هي محاكم شكلية هدفها الأساسي هو إرهاب الخصوم وتتحول إلى سياط لتجلد به المعارضين السياسيين والصحفيين وغيرهم. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد الحميدي. أرحب بمن ينضم إلينا من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن الخبير القانوني إحسان عادل. أرحب بك سيد إحسان، وأنت تتابع الملف اليمني وأنت لست يمنيا، برأيك من بيده وضع حد لاستغلال القضاء والمحاكم من قبل الحوثيين بتنفيذ أجندتها السياسية؟ نعم، بداية طبعا اسمح لي بتحيتك وتحية ضيفك وجميع المشاهدين. في الحقيقة فيما يتعلق بهذا الأمر هو الإشكال يتعلق بالتشابك الموجود في الساحة اليمنية كما هو الحال حاليا في عدد من الساحات في الدول العربية، وهو وجود كما هو واضح أكثر من محور، وبالتالي هناك تعامل في كثير من الأحيان يكون بالوكالة. فيما يتعلق بسؤالك، إذا أردت الإجابة بشكل مباشر على هذا السؤال فالمسؤولية بشكل أساسي هي تتعلق بالأطراف الفاعلة التي نعرف بأن لها تأثير بشكل مباشر على الحوثيين، بمعنى أن من المعلوم أن الحوثيين يتلقون الدعم من دول موجودة في المنطقة، وهذه الدول يمكن ومن مسؤوليتها أن تقوم بالضغط على الحوثيين من أجل وقف هذه المحاكمات. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الأمم المتحدة من خلال الوساطة الموجودة ومن خلال فريق الخبراء الموجود ومن خلال كل العمل المتراكم للأمم المتحدة على مدار السنوات الماضية والذي توج باتفاق ستوكهولم ثم حدث ما حدث بعد ذلك من تبعات وانتهاكات متصلة ما زالت منذ ذلك الحين، الدور المطلوب فعليا هو أن يكون هناك تغاضي في مجلس الأمن عن التجاذبات الإقليمية الموجودة وأن يكون هناك توحد في موقف المجتمع الدولي لوقف كافة الانتهاكات الموجودة في اليمن وفي الصدارة منها ما يحدث الآن من محاكمات سياسية سواء فيما يتعلق بالمناطق التي سيطر عليها الحوثيين أو في المناطق الأخرى، لأن المحاكمات السياسية في الحقيقة هي للأسف حاليا أداة تستخدم من قبل كافة الأطراف، وهذا أيضا يؤجج المسألة أكثر فأكثر لأن كل طرف يحاول أن يرد على الطرف الآخر من خلال هذه المحاكمات السياسية. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد عادل. أعود إليك سيد الحميدي فيما يتعلق بالمختطفين لدى الحوثيين، وأنت أشرت إلى أنه الأحكام بشكل عام لا تأخذ اهتماما دوليا لافتا باستثناء بعض القضايا التي لها اعتبار خاص كما يبدو. كمنظمات حقوقية هل تعتقدون أن الضغط الذي يمارس في سياق لفت النظر هو كاف؟ لفت النظر لهؤلاء المختطفين لدى الحوثيين هل هو كاف؟ لا، هذا الأمر غير كافي. نحن نعتقد اليوم أن المجتمع الدولي وهو يتحدث اليوم عن
اتفاقية ستوكهولم، ويتحدث عن ضرورة جلوس الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار، لكن يبدو أن هذا المجتمع الدولي يبدو أنه يعني لا يمتلك أوراق أو ضعيف جدا في الملف اليمني، لأنه للأسف الشديد منذ اتفاقيات أو توقيع اتفاقية ستوكهولم حتى اليوم لم نرى أي ثمرة حقيقية أو ضاغطة على جماعة الحوثي. مثلا لدينا اتفاقية تبادل الأسرى، والذي كانت المنظمات المحلية والدولية تتمنى أن يكون مدخلا حقيقيا لتعزيز الثقة، إلى حد اليوم لم يتم أي تقدم في هذا الملف، وما زال المعتقلين اليوم داخل السجون برغم أن الصليب الأحمر دخل كطرف وسيط في هذا الجانب، ورغم أنه جريفيث يتحدث على أن عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي تعهد بنفسه بتنفيذ اتفاقية ستوكهولم. رأينا اليوم اشتباكات تتجدد في الحديدة بين الفترة والأخرى. أنا أعتقد اليوم أن هنالك إشكالية كبيرة في إدارة هذا الملف اليمني من قبل المجتمع الدولي. ماذا يريد المجتمع الدولي؟ هل يريد سلاما حقيقيا في اليمن؟ أعتقد إذا أراد ملف المجتمع الدولي سلاما حقيقيا في اليمن فطريق السلام واضح، أولا بناء الجسور، وأول هذه الجسور وقف هذه المحاكمات، وقف هذه الانتهاكات، إطلاق المعتقلين، ثم يتحدثون الناس عن ملفات أخرى. لكن المجتمع الدولي اليوم يبدو أنه يحاول استهلاك الوقت ويحاول تحقيق إنجاز لصالحه على حساب الشعب اليمني. الإشارات أو الضغوطات البيانية هذه لا تقدم ولا تؤخر. المجتمع الدولي قادر أن يضغط بصورة أكبر من هذا الأمر على جماعة الحوثي. جماعة الحوثي بكل وضوح ليست تلك الجماعة التي يمكن أن نقول بأنها قادرة على أن تقاوم كل الضغوط، لكن يبدو أن المجتمع الدولي غير جاد حقيقة في إيجاد حل سياسي في اليمن، وتحول الملف اليمني إلى ملف للمزايدات السياسية وللصفقات العسكرية بين الدول. ونحن نراقب اليوم ما يحدث في المجتمع الأمريكي وما يحدث في المجتمع الغربي عن الحديث عن السلاح، عن الحديث عن وقف الدعم، عن الحديث عن حقوق الإنسان، عن مساعدات بالمليارات لا تعرف طريقها إلى بطون اليمنيين الجائعة. وبالتالي هذا الملف هو أحد هذه الملفات التي لا يعبأ بها المجتمع الدولي حقيقة يعني. أشكرك رئيس منظمة سام للحقوق والحرية السيد توفيق الحميدي، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. وأرحب بمن ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان، عضو المرصد الأورو متوسط السيدة إيناس زايد. أهلا بك السيدة إيناس. بداية، كيف تنظرون إلى واقع المحاكمات التي يقوم بها الحوثي في مناطق سيطرته؟ نعم، مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. يعني نحن نتابع عن كثب كمرصد أورو متوسط فيما يجري في أروقة المحاكم التابعة للحوثي، لأنه فعليا هناك مما رصدناه والمعلومات التي وصلتنا أيضا على لسان المحامين الذين يتوكلون في قضايا لأشخاص اعتقلتهم جماعات الحوثي وتحاكمهم الآن أمام المحاكم التابعة أيضا لهم. هذه المعلومات التي جمعناها هي فعليا تثير القلق وتثير مخاوف حول موضوع الحكم بالإعدام على أبرياء فعليا، لأن المعلومات التي تصلنا هي تشير بوضوح إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، بدءا من الاعتقال التعسفي وأيضا الاعتقال على خلفيات سياسية وربما تعبير عن الرأي، وصولا إلى انتزاع اعترافات تحت التعذيب. وأيضا هذا الأمر قمنا بالتحري عنه، وأيضا هناك شواهد عليه، لأن العديد من الأشخاص الذين يحاكمون الآن أمام محاكم الحوثي بعضهم تظهر عليه أثار التعذيب وبعضهم الآخر يختفي عن جلسات المحاكمة دون أي تبرير ودون توضيح أسباب هذا الاختفاء، على الرغم من أن المحامين يقومون بالتواصل الدائم والطلب من المحكمة بالإفصاح عن مكان تواجد هؤلاء المعتقلين، إلى أنه لا يوجد هناك رد دائما. هذا الأمر وأيضا إصدار أحكام الإعدام بحق معارضين سياسيين، كما قمنا ب التنديد في هذا الأمر من خلال بيان مشترك ضم المرصد الأورو المتوسطي وأيضا منظمة سام ومنظمة إبدي. هذا البيان أشرنا فيه بوضوح إلى انعدام أي ضمانة من ضمانات المحاكم العالي لهؤلاء المعتقلين. كان هناك
منع لبعضهم من التمثيل الحقيقي. وهناك يعني أحد المحامين تواصل معنا وأخبرنا بأن الموكله قامت المحكمة بالحكم عليه في أول جلسة للمحاكمة، حكمت عليه بالإعدام دون حتى أن تسمح للمحامي بتقديم دفاعه عن هذا الموكل، ودون أن تسمح له بتقديم مرافعته للدفاع عن هذا الموكل. وهذا الأمر نجده غاية في الخطورة، لأننا عندما نتحدث عن مرفق القضاء فنحن نتحدث عن مرفق هام في الدولة. فإذا انعدمت الثقة في القضاء وأصبحت الأحكام جزافية وتؤخذ بهذه الطريقة، فهذا الأمر سوف يعني يودي يعني أو سوف يفاقم المشكلة ابتداء، وسوف يودي بحياة الأبرياء الذين لم تثبت التهم المنسوبة إليهم ولم يكن هناك أي دليل يعني يشير بوضوح إلى ارتكابهم لهذه الجرائم. هناك العديد حقيقة من الانتهاكات التي قمنا برصدها والتي اطلعنا عليها من قبيل مثلا فترة الاستدلال أو فترة التحقيق. هناك تصوير للمعتقل ويعني هذا الأمر غير جائز قانونا، وأيضا يتعدى الأمر إلى نشر. طيب سنعود إلى هذه النقطة، لكن قبل ذلك دعينا نسأل السيد إحسان عادل فيما يتعلق بما طرحتيه من قبل فيما يتعلق بوضع هذه المحاكم. سيد عادل، يعني ما هي الأدوات والإجراءات التي تمكن الجهات الرسمية في اليمن وأيضا كذلك الجهات الدولية من منع حدوث مثل هكذا محاكم، من منع استغلال هذه الميليشيا في نهاية المطاف لصيت المنظمة القضائية أو المؤسسة القضائية بشكل عام في الاستفادة سياسيا منها؟ نعم، يعني هناك مسألة مهمة. ابتداء هذه المحاكم كما نعلم هي موجودة تحت سيطرة جماعة الحوثي، هذا يعني أن الحكومة اليمنية بشكل فعلي ومباشر لا يوجد لها سيطرة على تلك الأماكن، بما يعني أنها قد لا تستطيع في هذه المرحلة أن تقوم بمنع هذه المحاكم. لكن ما يمكن أن تقوم به الحكومة اليمنية ومن خلال، لكن هناك أحاديث على أن يعني هناك معلومات أحيانا تشير إلى أن القضاء في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي يأخذ رواتبه من الشرعية، من الحكومة الشرعية، هل يمكن لها أو هل هو خيار، يعني هذه المسألة هل يمكن أن تمثل خيارا أو أداة تضغط فيها على هذه المحاكم لإيقافها مثلا؟ نعم، الآن هنا أريد أن أتحدث عن أمرين. في إجابة على سؤالك بشكل مباشر، عادة في القانون الدولي الآن هناك التوجه إلى عدم استخدام ما يتعلق بالجوانب المالية حتى الحصار الاقتصادي حاليا وفق ما يناقش حاليا على مستوى الدول. هناك ميل كبير إلى الامتناع عن استخدام هذه الوسائل كعقوبات، لأنها عادة ما تؤثر بشكل مباشر ليس على الأشخاص المقصودين منها وهو هنا السلطة السياسية أو جماعة الحوثي بمعنى آخر، وإنما هي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الناس، يمكن أن تؤثر على مصالح الناس، لأن في النهاية الأمر مختلط. هذه المحاكم التي تقوم بهذه المحاكمات السياسية في نفس الوقت هناك مصالح للناس فيما يتعلق بقضاياهم المدنية واليوميات، وعادة ما يلجؤون إلى هذه المحاكم، وبالتالي لابد من استمرار عمل هذه المحاكم بصورة من الصور. لكن ما يمكن أن تقوم به الحكومة اليمنية وهو بالتأكيد مستطاع، وهذا يعني وقف لسياسة الإفلات من العقاب، هو أن تلجأ إلى الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية. ميثاق روما مفتوح للتوقيع، اليمن ليس الطرف في ميثاق روما، الحكومة اليمنية الرسمية هي المعترف بها دوليا بمثابة ممثل لليمن، وهذا يعني بأنها تستطيع أن تتقدم بطلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذا يعني بالتالي أنها بما أنها لا تستطيع الآن محاكمة هؤلاء الأشخاص الذين يتبعون لجماعة الحوثي ويقومون باقتراف هذه الجرائم، هذا يعني أنها نقلت هذه المهمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبالتأكيد المحكمة الجنائية الدولية تستطيع رغم بالتأكيد أن هناك عوائق على الأرض، لكن تستطيع أن تقوم بجهد دولي من أجل التحقيق في هذه الانتهاكات، وخصوصا ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، خصوصا أن هناك أشخاص تم كما نعلم إصدار أحكام بالإعدام بحقهم من قبل هذه المحاكم دون أن يكون هناك محاكمات عادلة قبل ذلك، وبالتالي فهناك جرائم حرب ارتكبت، ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تفرض اختصاصها على هذه الجرائم في حال انضمت اليمن إلى ميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا بشكل عملي يعني
أن كل المسؤولين عن هذه الانتهاكات ليس فقط القضاء بل آمريهم والسلطة السياسية القائمة في تلك المناطق سوف تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات، وهذا يعني بأن هؤلاء الأشخاص سوف يكونوا ملاحقين في 124 دولة هي حاليا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. أشكرك، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن الخبير القانوني سيد إحسان عادل. بعودة إليك سيدة إيناس زيد، والنقطة التي كانت بارزة في البيان المشترك وكذا في حديثك قبل قليل فيما يتعلق بأن في بعض القضايا يتم تصوير المعتقلين أثناء فترة الاستدلال، وهذا أمر مخالف يعني هذه مسألة انتهاك، هل وضحت النقطة هذا بشكل أكبر؟ نعم، يعني كما وردنا على أيضا لسان المحامين الذين يترافعون في القضايا المتعلقة بهؤلاء المعتقلين، فإن بعض القضايا يتم فعليا تصوير المعتقل في أثناء فترة الاستدلال. هذا الأمر أيضا يتعدى إلى نشر صور المعتقل وتسجيل صوتي في وسائل الإعلام وحتى في الشوارع العامة. هذا الأمر يعني نراه من منظور حقوقي وقانوني، يعد تشهير بالمعتقل وتحريض ضده، وأيضا يعني تهيئة للرأي العام بإصدار أحكام قاسية بحق هؤلاء المتهمين. يعني فعليا هذه ليست من الإجراءات المتبعة في المحاكم. إن كنا نريد أن نتحدث عن إجراءات سليمة للمحاكمة، لا يوجد هناك التزام بقواعد المحاكمة العادلة، وهذا الأمر يثير مخاوف كبيرة من تبييض النية لإصدار أحكام قاسية بحق هؤلاء المعتقلين. يعني لا يمكن بأي شكل من الأشكال، حتى وإن قلنا لأن هؤلاء الأشخاص قد ارتكبوا أفعال تشكل جرائم وفقا لقانون العقوبات اليمني، ولكن لا يوجد أي مبرر لتجاوز القواعد الإجرائية السليمة والصحيحة وأيضا ضمانات المحاكمة العادلة التي تم النص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان. لا يوجد أي مبرر يعني مسألة حرمان الشخص أو المتهم من الدفاع عن نفسه، من تقديم أي دليل قد يفيده للدفاع عن نفسه، حتى وإن كان هذا الدفاع ضعيف. لا يمكن حرمان هؤلاء الأشخاص من تقديم هذا الدفاع. يعني كما تحدث الدكتور إحسان، يعني هناك مسألة يعني خطيرة وفي غاية الخطورة، يعني تشير إلى فقدان الثقة بكامل المنظومة القضائية في اليمن. هناك يعني نوع من تسييس القضاء. هذا الأمر سوف طيب يعني هل برأيك أن هذا يعني هذا ما يهدف إليه من يسرب هذه المقاطع أو من يقوم بتصويرهم أثناء فترة الاستدلال كما حددتموه؟ يعني هناك استخدام أيضا لهذه الأمور كلها؟ يعني هذا الأمر نحن نراه يعني من وجهة نظر يعني من يقومون بنشر هذه الفيديوهات والصور هو بمثابة تجيش للرأي العام ضد هؤلاء الأشخاص، حتى يتم استقبال أحكام الإعدام بكل رحابة صدر، ولأن لا يتم الاعتراض عليها أو يتم يعني أن يكون هناك تسليط الضوء عليها ك يعني عقوبات قاسية تم إيقاعها بحق أبرياء. ولكن يعني أيضا هو له مؤشرات في موضوع يعني منظومة القضاء بشكل عام. لا يمكن التبرير أو حتى قبول فكرة تصوير متهم وأيضا انتزاع اعترافات تحت التعذيب. هذا الأمر يعني يخالف بالمطلق القوانين الإجرائية والقانون الدولي لحقوق الإنسان. نحن كما يعني ذكرنا في بياننا المشترك، نحن نشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي في البداية من أجل وقف أحكام الإعدام بحق كل شخص صدر بحقه يعني حكم بالإعدام. بالإضافة إلى ذلك، يعني لابد من إلزام جماعة الحوثي بإنهاء هيمنتها على القضاء. لا يمكن الحديث عن القضاء كوسيلة لتصفية الحسابات أو إصدار أحكام مسيسة وإصدار قرارات إعدام بحق عشرات الأشخاص دون حتى يعني التأكد والتبين من ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم. يعني نحث المجتمع الدولي على ضرورة أن يتم التدخل العاجل في المسألة اليمنية وأيضا أو في الموضوع اليمني وفي الشأن اليمني، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالمعتقلين والمختطفين كذلك الأمر. هناك أشخاص، يعني هؤلاء الأشخاص الذين نتحدث عنهم في البيان على الأقل هم معروفون
معروف أين أماكن تواجدهم في المعتقلات، ولكن هناك العديد من المختطفين الذين لا ندري ولا يوجد لدينا أي معلومات حول أماكن اعتقالهم، وهؤلاء الأشخاص أيضا يحتاجون إلى تسليط الضوء على قضيتهم وتدخل دولي عاجل من أجل يعني البحث عنهم والإفراج عنهم بالضرورة القصوى. شكرا لك يا عضو المرصد الأردني المتوسط إيناس زايد، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.